لو فاكر ان مصر كرة بس، فاحنا عندنا نهلة رمضان. نهلة بدأت مشوارها في رفع الاثقال وهي عندها 4 سنين، بحكم ان والدها كان مدرب رفع اثقال، وبعد ما كانش حد مقتنع بيها انها تكسب او تخش بطولة، فتخش بطولة الجمهورية وتاخد اول، وبعدها تطلع على بطولة العالم تحت 20 سنة وتاخد سادس، مع العلم ان كان عندها 12 سنة بس. وتيجي سنة 2002 وفي بطولة العالم للناشئين تجيب 3 ذهب، وفي الكبار تجيب برونز، وبعدها بسنة يبدأ التاريخ، لانها في السنة دي دخلت بطولة الجائزة الكبرى وبقت اول مصرية عربية تاخد اول ب3 ذهب وتكسر رقمين قياسيين، وبقت اول في التصنيف العالمي، ده غير انها بقت اول في بطولة العالم للناشئات وللكبار والاثنين ب3 ذهب، واول دورة الالعاب الافريقية، واللي جاي بعد كده بطولات ما تتعدش، منهم اول بحر متوسط في 2005 وبرونز في بطولة العالم 2006 واول بطولة العالم للكبار 2007 والدورة العربية 2011 وذهب في بطولة الجائزة الكبرى، ده غير الارقام القياسية. كل ده كوم، واللي حصل قبل اولمبياد 2012 كوم، لانها جالها اصابة كبيرة كانت قريبة من الشلل، وبعد ما كله كان مستني قرار اعتزالها تعمل معجزة وترجع تتمرن وتلعب الأولمبيات وتاخد خامس. دي كانت حكايتها، والأهم حكايتك انتي.